وجعل منهم القردة، ولم يقل وجعلهم قردة، فتكون من هنا للتبعيض. وهؤلاء هم أصحاب السبت، وأصحاب السبت ذكر الله عز وجل قصتهم في سورة البقرة، في سورة الأعراف، وأشار إليها في آخر سورة النحل. وجعل منهم، ولذا قال عز وجل في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، قال منكم في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال عز وجل في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فإن الله عز وجل حرم عليهم الصيد في يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل، فكانت الأسماك لا تأتي عند الشاطئ إلا يوم السبت، وفي غير يوم السبت لا تأتي، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بلوى وامتحان وفتنة. فماذا صنعوا؟ نصبوا شباكهم يوم الجمعة وتركوها حتى تأتي الحيتان يوم السبت، فإذا مضى يوم السبت وجاء يوم الأحد أخذوا هذه الحيتان. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.